يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ماذا تقولون يا شيخ لأهل المغرب من أهلنا ممن يقيمون مهرجانات ومناسبات سنوية لدى قبور بعض من أسموهم صالحين، وسواء يكونون يدعون لهم أو يتوسلون بهم، فما توجيهكم لهم؟ توجيهنا لهم نسأل الله لهم الهداية، وهم يفعلون هذا عن تقليد أو عن جهل، فواجبك أنت إذا ذهبت إليهم أن تبين لهم وأن تهدي لهم مثل هذا الكتاب، وتشرح لهم، تبين لهم ما تحملته من العلم، لينذروا قوم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم.